في مباراة أقل كثيرا من المتوسط ترفض جينات الأهلي الوراثية أن تخرج خاسرة من الوصل الإماراتي. جينات الأهلي تقول كلمتها أو بتفرض كلمتها، ده الهدف رقم 10 في بلس 94 أو بلس 90 وتحديدا في الدقيقة 94 من سنة 2005، والهدف رقم 82 في بلس 90 بشكل عام للنادي الأهلي من 2005. زي ما قلت لحضراتكم، جينات الأهلي الوراثية ترفض أن يخسر الأهلي مباراته أمام الوصل. أقل كتير من المتوسط المباراة بشكلها ومضمونها وفعالياتها. يمكن الإثارة كلها بدأت تحديدا من الدقيقة 81 لما تعادل كايو للوصل الإماراتي وأضاف ديليما الهدف الثاني في الدقيقة 86، ويرفض مروان محسن أن يخرج الأهلي خاسرا ويتعادل في الدقيقة 94. المباراة على المستوى الفني أقل من المتوسط، حتى على المستوى التحكيمي هناك ركلة جزاء صحيحة مليار في المية. يعني صادق السلمي الحكم التونسي يجب أن يراجع نفسه، لأن المباراة أو اللقطة كانت واضحة جدا بالنسبة له. على العموم، الأهلي اللي قدر يعملها مع الترجي 2-2 في دور الثمانية 2017 السنة اللي فاتت في دوري أبطال إفريقيا، قادر أنه يعملها أمام الوصل يوم 22 نوفمبر في البطولة العربية إن شاء الرحمن في مباراة العودة بشكل عام. على العموم، نسمع بقى رأي كباتنا ومحللينا في اللقاء. كابتن إبراهيم، رأيك في اللقاء والنتيجة وسير المباراة؟ طبعا النتيجة مش ما تبسطش أي حد، كنا نتمنى أن النتيجة تبقى لصالح الأهلي لعبا ونتيجة، إنما أن الواضح أن نادي الوصل فاجئنا بالمستوى المتميز ده، لا يعبر عن موقعه في الجدول في الدوري الإماراتي. الحقيقة الثلاثة البرازيليين قدموا مستوى جيد جدا. الحقيقة اللي انتوا قلتوه كله في الاستوديو حصل، يعني قلنا الكرات الثابتة جاب منها الهدف الاول، وقلنا اخطر حاجة عندهم الثلاثي الامامي. الثلاثي الامامي الحقيقة تعبونا جامد، بيتحركوا من بدون كرة بشكل جيد جدا، في اخطاء دفاعية قاتلة في عندنا. الهدف الاول احمد علاء باع نفسه من وسط الملعب، كان لازم يعني في ديلي، لازم يأخر نفسه كتير قوي في الدخول، وفي تهور من احمد علاء في كل الكرات اللي اشترك فيها. وبرغم من المستوى وان هم كانوا مسيطرين، بيلعبوا طبعا نص ملعب ب 10 لعيبه وبيعتمدوا على الهجمات المرتده، والثلاثي البرازيلي بيجيد التعامل في الهجمات المرتده. برغم من كده، محمد شريف اضاع هدفين مؤكدتين وركله جزاء الحقيقه خالص، واحده بدماغه عمل فيها كده، وكان لازم يوجهها بقوه زي ما هي جايه في اتجاهها. الثانيه جايه له تحت رجليه، كان لازم ياخد خطوه لورا عشان يواجه حارس المرمى ويقدر يوجهها سواء بوجه القدم او بالتالي طلعت ضعيفه بعيده عن المرمى. برغم من حالتنا المتوسطه المستوى، انما الحمد لله ان النتيجه طلعت 2-2 كويس. التعادل انت مطالب ان انت تروح تعمل هناك مباراه نهائيه وتكسب يعني. طيب نطير للملعب على طول، وكريم احمد معاه مين، ونشوف كريم احمد معاه استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورايه في اللقاء. خلينا نروح لكريم وبعدين نرجع مع حضراتكم. بجد التحيه ليك كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن النهارده طبعا انتهت المباراه بالتعادل في البطوله العربيه الاهلي الوصل الاماراتي، لكن سريعا بينضم لي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل. في البدايه برحب بيك، ان شاء الله موفقين بالنسبه للمباراه بطوله الترجي، طبعا مباراه الترجي والبطوله الافريقيه، النهارده طبعا البطوله العربيه. النادي الاهلي اشرك عدد كبير جدا من اللاعبين ما بيشاركوش، بنشوف المباراه النهارده ازاي، وحابب تقول النهارده على التعادل مع فريق الوصل. الاول تحياتي للكابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. الحمد لله على النهارده، وفي نفس الوقت ربنا يسهل كل الاستعدادات وكل التركيز طبعا كله لبطوله افريقيا ان شاء الله ليوم الجمعه، اللي واثقين ان شاء الله ان مش هيخذلنا الفريق. يعني كلنا ثقه ان التاسعه ان شاء الله تكون في معانا ان شاء الله. انا عارف ان في ترتيبات كبيره جدا من مجلس الاداره على اهميه هذه المباراه، اشقائنا طبعا في تونس هيكونوا موجودين واحنا كمان هنروح لهم، لكن بتشوف ازاي وصلنا للمباراه النهائيه، وبتشوف اصرار اللعيبه ازاي ان احنا نحقق البطوله دي يا طارق بيبي. طبعا العلاقه الاخويه مع تونس زي الامارات زي كل اشقائنا العرب الحمد لله على اعلى ما يكون، ودايما مجلس اداره الاهلي الحمد لله بيحرص على علاقاته العربيه كلها المتميزه، يعني كلنا اشقاء عرب، فكل المحافل دي في النهايه بنحرص فيها على الاخوه العربيه. وفي نفس الوقت كلنا في النادي الاهلي كعادتنا ان كل حد مسؤول عن الملف المختص بيه، في جهاز كوره على اعلى مستوى، وفي لعيبه ان شاء الله كلهم كل قمه التركيز، في لجنه كوره متابعه معاهم، وكمجلس اداره مساند من اول لحظه
لكل الخطوات بحيث ان شاء الله يكون الهدف الاسمى اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله موجوده عندنا اللي غايبه بقالها سنوات. من خلال اللقاء مع كابتن محمود الخطيب ناشد الجمهور ان هم يكونوا متواجدين بكثافه، يمكن عهدنا بيهم ان هم يكونوا متواجدين ومساندين بشكل كبير، تحب تقول لكل الجمهور ان شاء الله قبل مباراه 2 نوفمبر يا طارق بيه؟ نفس الكلام اللي قاله كابتن محمود، ان جمهور النادي الاهلي هو السند الرئيسي اللي نتمنى ان هو يكون مالي استاد برج العرب، وفي نفس الوقت بنشجعهم دايما على التشجيع المثالي اللي هو بتاع النادي الاهلي، ان هم يشجعوا الفرقه بكل حماس ان شاء الله كعادتهم عشان الغرض بتاعنا يلبى ان شاء الله. اخيرا رساله لكل اللعيبه قبل المباراه الهامه، وان شاء الله عندنا ثقه كبيره باذن الله في الجهاز الفني واللعيبه، استاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، تحب تقولي لكل لعيبه النادي الاهلي؟ روح الفانيلا الحمراء، يعني لابسين فانيلا يعني بيضحى بيها بكل غالي ونفيس يعني، فان شاء الله ربنا يوفقكم والتمسك بروح الفانيلا الحمراء. شكرا. كل الشكر وتقدير للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه كان متواجد طبعا في المباراه الاهلي والوصل الاماراتي، زي ما قلنا يا كابتن سيد ان شاء الله باذن الله ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي في مباراه الترجي ان شاء الله باذن الله تكون المباراه الاولى والثانيه باذن الله من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد ولقاءات خاصه عقب تعادل مع فريق نادي الوصل الاماراتي بنتيجه 2-2. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. احمد، وبعد ما سمعنا كلام الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن ابراهيم عايز تقفل جملتك ولا اروح لكابتن ماهر؟ لا، ما انا كنت بتكلم ان يعني برضه ان احنا اعطينا الفرصه لاكثر من لعيب بعيد عن المباريات الرسميه من مده، على اساس برضه بنجهزهم للماتشات اللي جايه، وارحنا اكثر من لعيبه اساسيين عشان الماتش بتاع يوم الجمعه اللي هو طبعا مهم لينا عشان نقدر نتجاوز فرقه الترقي ان شاء الله ونعمل معاهم نتيجه جيده. انما ان شاء الله انا شايف ان لما نلعب الفرقه الاساسيه قدام الوصل في المباراه العوده ان شاء الله باذن الله هنحقق نتيجه ويكفينا ان احنا نكسب 1-0 في الامارات باذن الله. طيب، يعني عايز اقول لكم ان هناك هتبقى مباراه مش سهله ومش صعبه، يعني فرقه الوصل نفس الفكره اللي هيلعبوا بيها هناك هي نفس الفكره اللي هيلعبوا اللي لعبوا بيها هنا، هتلاقي جيم مفتوح والثلاثه اللي قدام البرازيليين هم اخطر ما فيهم، فممكن تحرز اهداف، وانا مبسوط ان احنا جبنا الجول الثاني، يعني كويس ان احنا جبنا الجول الثاني، لان انت لا قدر الله لو كنت خسرت 2-1 مطالب ان انت تجيب جولين، حتى لو كسبت 1-0 بس طبعا ابراهيم هو كان هيبقى له الافضليه، لكن انت دلوقتي يعني 2-1 او 2-2 تكسب اي مكسب توصل يعني. فاجئونا كمان باللياقه البدنيه، واقفين على رجليهم كويس وادينا اتحرك في الملعب، احنا قلنا لما شفنا الشوط الاولاني قلنا مش هيكملوا الشوط الثاني، انما هم فاجئونا بلياقتهم البدنيه العاليه، واضح انهم معدين اعداد جيد يعني. انا بكل مره بقول ما مش هتكلم على الحكم وماليش علاقه بالحكم. لا ضربة الجزاء صعب قوي. ضربة الجزاء صعب قوي. الجزاء يعني مش هيفهم اي حد ده لاعب على رجليه لاعب على رجليه يعني سايب الكوره ولاعب على رجليه. احنا كنا بص عامل ازاي؟ صعب لا ده في واحده 8 صعب. كل مباراه كده يا كابتن. في حاجات ثانيه واضحه قوي كمان يعني في صور ثانيه. ما تحسبهاش يعني. بص يا كابتن واضحه قوي. عرقله جدا. الراجل الكوري قلب الدفاع واضحة جدا، ده في واحدة كمان مبيناها قوي يعني معلش يعني. لا بص هو واقف فين كمان؟ بص يا سيد يعني شايف يعني شايف وزاوية الرؤية شايف محدش مغطي عليه يعني. صادق السلمي يعني صادق السلمي صادق الاسم ده كمان؟ لا ده يعني أنا مش عارف والله العظيم تلاقيها ليها لسه كبرت كده قوي. من أمين عمر ولا من مش عارف أنا أعمل إيه بس أعمل إيه؟ أوكي على العموم الأهلي قادر ان هو يفعلها ويعملها، لكن نتكلم في الموضوع الفني يا كابتن ماهر، المستوى كان اقل كتير من المتوسط في معظم اوقات اللقاء. اقل بالنسبه للنادي الاهلي، فاجئنا الوصل بصراحه بالتنظيم الدفاعي اللي معمول من وسط الملعب، ويمكن دي جديده على الكره الاماراتيه، يعني احنا بنتفرج على الدوري الاماراتي بنحس ان الدوري الاماراتي جيم مفتوح بيطلع النتائج مثلا 2-2 3-3 2-4-1، لكن واضح قوي ان فكر المدرب كان من خلال المباراه ان لعب بشكل وطريقه لعب تناسبه خارج ملعبه، واحنا قلنا خارج ملعبك انك انت تملك تختار الطريقه الدفاعيه يا كابتن ابراهيم يمكن بنسبه اكتر من 70%، وبتعتمد بقى في الحاجات الهجوميه على النسبه الاقل في الكرات الثابته في الكرات المرتده، نجحوا فيها بشكل كبير جدا، يعني يمكن الهدفين اللي هم جابوه نتيجه التمركز الدفاعي اللي اتعمل طوال المباراه يا كابتن سعيد، ويمكن هم كان ليهم الاولويه في الشوط الاولاني بالذات ان عندهم اكثر من 5 فرص على النادي الاهلي مقابل فرصتين، وده عدد كبير جدا اتفاجئنا بيه. الشوط الاول كان عندهم فرص كتير. كان عندهم فرص كتيره جدا على النادي الاهلي، وده واضح زي ما الكابتن ابراهيم قال من بدايه المباراه ان العامل البدني اللي فاجئنا لنادي الوصل
هو اللي ساعده على انه يكمل المباراه بهذا الشكل، وساعده على الجرأه الهجوميه ان هو اهدافه اتسجلت عن طريق الكور الثابته كابتن سيد اللي بتمثل خطوره، واحنا قلنا من خلال بدايه الاستوديو التحليلي كل اللي انتوا قلتوه عندنا حصل. مشاكل لا وليهم هم كمان عندهم مشاكل جامد جدا، هم عندهم مشاكل كمان في الكور الثابته بشكل جيد، لكن هو قدر يا كابتن سيد ينجح بالكور الثابته ان هو يستغلها بشكل جيد. يمكن الهدف الاولاني اتعمل كورنر اتعمل بشكل مؤثر في المنطقه المؤثريه المنطقه بين السكس يارده وضربه الجزاء. طبعا مفيش تمركز ولا انقضاض ولا رقابه من مدافعي النادي الاهلي، قدروا اتنين يلعبوا كوره كيوي يمكن رقم 7 سجل هدف يعني خطا كبير جدا من التمركز. الكره الثانيه يا كابتن سعيد نفس الكلام، كره مرتده طلعوا بيها منظمين بشكل جيد، اتصلحت كمان للاعب اللي جاي من خارج ال 18 اكنه بيلعب ضربه جزاء حطها في بطن رجله سهله جدا. فده اذا كان بيدل فبيدل ان هم كان عندهم اعداد نفسي وبدني وتكتيكي واحترموا النادي الاهلي بشكل جيد، عشان كده ظهروا بالمظهر اللي احنا شفناه. عندهم انتشار طولي وعرضي اتعمل بشكل جيد، عندهم استحواذ في فترات المباراه بشكل جيد، قدروا ان هم من خلال الاستحواذ ده ان يطلعوا بهجمات معظمها كلها كانت هجمات منظمه من تحت لفوق، الربط بين الدفاع وبعدين نص الملعب بعد المهاجمين. انا شايف ان الوصل النهارده ادى مباراه يمكن ما تعملتش في تاريخ الوصل يمكن خلال 10 سنوات السابقه او 15 سنه، وده بيرجع ان هو بيلاعب طبعا نادي قرن، نادي النادي الاهلي، نادي البطل افريقيا وبطل الدوري وبطل السوبر وبطل كاس مصر. طيب كابتن اسامه فسر لنا برضو كتير جدا من الناس محتاجه انها تعرف التفسير، يعني ليه صلاح محسن بيلعب تحت مروان محسن؟ ليه ما يلعبش جنبه؟ ولو في يعني تصميم على الطريقه يبقى طب دور على واحد عنده الامكانيات والقدرات ديت، يعني حته الربط او حته الانسجام او التجانس او الوصل ما بين الخطوط وبعضها بيحتاج ملكه معينه، واحد بيقف على الكوره، واحد بيسلم بشكل كويس، بيعمل الكرات الصغيره بشكل كويس، بيتحرك جانبي وطولي وبيسقط يستلم بشكل كويس، كل دي حاجات مش عند صلاح محسن. وفي حق في اجابه في حق حسام قالها اسامه قالها قبل الماتش، هل صلاح محسن ما عندوش الملكه ان هو يقدر يعمل وصل بين خط النص؟ كلمه في حقه اتقالت قبل المباراه. كمل بقى يا كابتن. اتفضل. خلينا نرجع لورا شويه يا كابتن سيد، انا كنت معاك في الاستوديو التحليلي بعد مباراه وفاق الصيف. قلت لك من الافضل ان مباراه الوصل للامارات تتاجل علشان تدي مساحه لنفسك من اللعيبه انك تجهزها افضل ذهنيا لمباراه الترجي، ان ما يحصلش عندك اصابات. النهارده خساره كبيره جدا بغض النظر عن الاداء وبغض النظر عن اي حاجه، اصابه الشناوي دي خساره كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله يعني الدكتور خالد يطمنا ان تكون حاجه يعني بسيطه ان شاء الله تقدر يعني تتلاحق ممكن في يومين او ثلاثه ويكون موجود في مباراه الترجي. دي كانت اكبر نقطه مهمه، وحتى النهارده واحنا بنتكلم مع كباتننا الكبار عن الناس العناصر الاساسيه الموجوده داخل التيم خايفين من الاصابات. صحيح، لكن انت عندك هدف كبير، حتى اللي معادهم بره هو خايف عليهم من الاصابات. طبعا مباراه الترجي يا كابتن انت دلوقتي كانك في سباق 100 متر، انت خلاص واصل على النهائيات، فلازم يبقى عندك تركيز اكبر، لازم تحافظ على اللعيبه يعني على قد ما تقدر تلم الاصابات. خلاص كارتيرون دخل في المباراه وخلاص بقى شيء واقع ان النادي الاهلي يشترك او يلعب النهارده مباراه الوصل، لازم يبقى في تحضير للمباراه ذهني افضل من كده. النهارده التحضير الذهني للمباراه وخلق الدوافع للناس حتى الجديده اللي بدات تدخل المباراه ما كانش على يعني على قد المباراه، يعني النهارده ما شفناش الروح والحماس والاداء. النهارده سببه الحته اللي كنا بنتكلم فيها قبل المباراه، حته وليد سليمان، الحته اللي بيجدها من تحت انه بيقدر يربط نور الخطوط. النهارده النادي الاهلي فقد نص ملعبه، فقد العنصر اللي زي وليد سليمان زي ناصر ماهر، وبرده علامه استفهام ناصر ماهر يعني الوقف بتاعه او الايقاف بتاعه طول قوي طول. النهارده مباراه مهمه، النهارده وليد سليمان انت بتريحه، لازم يكون ناصر ماهر موجود، لازم احمد حمدي يكون موجود، هي دي اللعيبه اللي تقدر تربط نص الملعب في المكان ده ما ده انت النهارده عمليه الاستحواذ اللي انت بتعملها عشان تقدر تعملها لازم واحد زي وليد سليمان او ناصر ماهر في الحته دي، او احمد حمدي بيقدر يربط الخطوط ببعضها، يقدر يربط ميدو جابر بحسام عاشور بعمر السوليه بمحمد شريف بالمهاجم. صلاح محسن الملكه بتاعته مش الحته دي طبعا، صلاح محسن بيلعب مهاجم زيه زي مروان محسن، الاثنين متشابهين. دي اصابه الشناوي دي اصابه الشناوي، ان شاء الله تبقى حاجه خفيفه يعني يلحق مباراه الترجي. لكن برضو النهارده يعني زي ما بقول لك سيد يعني حته صلاح محسن
يعني صلاح محسن مع وليد ازارو ممكن اتعاملت بشكل يعني كويس، ان وليد ازارو عنده الملكه يقدر يفضي ويقدر يشتغل مع صلاح محسن. تعرف ليه يا كابتن اسامه؟ معلش احنا بنتكلم مع بعض كلنا حوار مفتوح. وليد ازارو شكل لعبه او طريقه لعبه مختلف عن مروان محسن، بياخد مساحات اكتر. اسم الله عليك. مروان وليد ازارو بيتحرك كتير قوي على الجناب ساعات، مظبوط. فصلاح محسن بيلاقي نفسه في الحته اللي هو بيحبها، أيوة. فبيخش مكان وليد ازارو، فانت صح. بتعمل التغييره المطلوبه. لكن النهارده صلاح محسن يعني هي مش عافيه، يعني هو الموضوع مش عافيه. يعني احنا قلنا ان صلاح محسن ومروان ممكن يلعبوا الاثنين جنب بعض وممكن يقفلوا على بعض لو بالشكل ده. لا ده هو خلاص، لا هو بيلعب 10 خلاص. انت قلت نقطه مهمه، ان وليد ازارو دايما بياخد في المساحات الفاضيه طبعا، فبيفضل صلاح محسن لما لعبوا مع بعض. النهارده طريقه مروان محسن يعني ما بيطلعش بره على اطراف كتير، دايما بياخد على 18 من بره، عايز يبقى محط. فالنهارده قافل كل المساحات اللي ممكن يتحرك فيها صلاح محسن، فدي كان النهارده نقطه سلبيه جدا. اتكلمنا عن نقطه مهمه، قلنا النهارده الثلاثي الهجومي بتاع الوصل الاماراتي كايو وفابيو وديليما وديليما دول اخطر ناس النهارده. وانت بتبدا تهاجم لازم الوقفه تكون صح. النهارده كان في برضه تمركز غلط في كرات كتير من احمد علاء، من ايمن اشرف، سليف كولوبالي، الوقفه النهارده ما كانتش صح في اوقات كتير. شفنا النهارده في كرات مرتده في كذا واحده كنا بنتضرب الوقفه صحيح. ورا يعني ما كانتش مظبوطه، فاحنا حذرنا برضه من النقطه دي. طبعا التحكيم مش هنتكلم عن التحكيم، الحكم النهارده للاسف سيء جدا، حكم يعني حتى في قراراته الغير مؤثره، حتى في نص الملعب، حتى في ضربه الجزاء. لا يعني الحكام برضو يعني احنا صراحه زهقنا من كتر الكلام على التحكيم. كل ده مش هتكلم يعني على التحكيم. يعني نفسنا بقى نشوف حكام كويسين يعني يعني حكم يبقى على قد المباراه. النهارده يعني ضربه جزاء نقطه تحول، خلي بالك هتبقى 2-0 طبعا. طبعا هو كمان يعني مش هقول مفيش حد عاقه قدامه، ده هو واقف في زاويه رؤيه تسمح له، شايف الكوره كويس، ضربه جزاء مليون في الميه يعني. للاسف يعني طيب يعني احنا المباراه خلاص 2-2 انتهت. انا كنت بتمنى انها تتقفل. عندنا الاهم بقى كابتن سيد، هي مباراه الترجي والاستعداد ليها. طبعا عايزين نقفلها، عايزين نبدا نشوف اللعيبه. مباراه الترجي يعني مهم جدا الاستعداد الذهني ليها للماتشين. الاخطاء في المباراه الكبيره والمباراه النهائيه يعني ما ينفعش يبقى في اخطاء في المباراه النهائيه، لازم النهارده لازم يبقى في عندك دفاع قوي، ما ينفعش تتلقى اهداف في المباراه النهائيه. ان المباراه النهائيه تبقى عندك ماتشين، لازم تعمل مباراه او تعمل نتيجه تكون صالحك في مصر عشان تقدر ان شاء الله برضو تساعدك في تونس. طيب كميه الرسائل اللي جايه بتستفسر على محمد الشناوي هي الحمد لله رب العالمين، يعني الخبر المؤكد دلوقتي ان هي مش شد ولا مزق لا قدر الله ولا حاجه، هي كدمه في العضله الاماميه. وكدمه في العضله الاماميه يعني انت بتتكلم في يوم يومين بالكثير قوي الدنيا تبقى كويسه. يبقى محمد الشناوي اللي كنا عارضين صورته من شويه وهو بيركب الاتوبيس اهو، خلي بالك انت عارف دي ظهرت امتى؟ في اول كوره للوصل الاماراتي اللي اشترك فيها، هو قاعد على الارض وشالها بالشمال. هي كانت الكوره دي 100 100، وهو لا قدر الله لو في شد ولا حاجه المشيه ما تبقاش كده. المشيه ما تبقاش كده، فكويس 100 100 يا عم 100 100. طب الحمد لله رب العالمين، ده خبر كويس، ده خبر كويس. طب كابتن ودي صور وهو طالع يعني، فكدمه في العضله الاماميه مش مشكله الحمد لله. يعني انت بتتكلم لسه عندك الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه، 5 ايام عاده يا كابتن بالخبره كده بتاخد 48 ساعه مش اكتر من كده، مش اكتر من الحاجات اللي فيها يعني شويه هيعملوا تلج وحاجات كده، وقاعد تستشفى النهارده بكره يعني ان شاء الله باذن الله على يوم الاربعاء يبقى سليم ان شاء الله باذن الله، ومستعد الماتش باذن الله ان شاء الله. طيب برضه هرجع اقول على حاجات اللي ممكن نخرج بها النهارده من اللقاء، زي ما كان في حاجات على المستوى الفني نظرا لغيابات وايقافات وحسابات عند الجهاز الفني وتحديدا كارترون، لكن في برضه المواقف يعني بتبين مدى شخصيه الاهلي. يعني النهارده مثلا احمد فتحي انا مبسوط منه جدا، بيلعب بروح بشكل كويس قوي. ايمن اشرف الى حد ما مقبول جدا. كولوبالي الى حد ما مقبول جدا. لكن في النهايه يا كابتن ايه اللي ممكن يخرج بيه الاهلي من اللقاء ايجابي بقى؟ لا هو الاول قبل الايجابي، السرعات متفاوته جدا بين الخط الدفاع بتاعنا وبين الهجوم بتاعهم. وبالتالي لازم في الماتش بتاع الترجي يوم الجمعه ان انت لا الترجي اشرس، خلي بالك اشرس. فبالتالي لازم يبقى عندك الخط الخلفي يتميز بالسرعات وبالانقادات. وفي كمان التمركز بتاع احمد علاء بالنسبه لوقفته ورا المدافعين، تمركز خاطئ جدا في اغلب الاوقات، وبعدين بيبيع نفسه ما بيأخرش نفسه. في اوقات لازم يأخر نفسه كتير قوي، فما بيأخرش نفسه وبيتهور في الدخول. فدي كلها حاجات لازم ناخدها. الحاجه الثانيه
النقطة اللي احنا ركزنا عليها بالنسبة لياسر حربة وصلاح محسن، يعني مروان وصلاح يعني ما يلعبوش في المكانين دول ورا بعض. وليد أزارو زي ما الأخوة الزملاء قالوا، وليد أزارو وهو لما بيلعب مع صلاح محسن بنسبة كبيرة جدا بيخلي الحتة اللي في النص دي بتحركاته على الأجناب، بيخلي الحتة اللي في النص دي صلاح محسن يقدر يتحرك فيها بحرية جميلة، وبالتالي بيبقى شكلهم هما الاثنين أحسن. فيبقى وانت بتشتغل في الماتش الجاي يبقى ما يلعبوش الاثنين تحت بعض. يبقى لو وليد أزارو موجود ممكن تلعب باثنين، بس دي طبعا صعبه شويه في الماتش اللي جاي. فدي برضو ايمن اشرف لازم يهتم بالناحيه الهجوميه شويه عن الناحيه الدفاعيه، لانه برضو ما بيهتمش بالناحيه الهجوميه، واحنا محتاجينه في الناحيه الهجوميه عشان نقدر نستفيد بالاطراف. احمد فتحي بيوجدها، ايمن اشرف بيحد منها شويه، يعني بيقف ورا كتير قوي، ما بيتقدمش في الناحيه الهجوميه، ما بيساعدناش في الناحيه الهجوميه. فلازم نركز عليه برضو ان هو يساعدنا في الناحيه الهجوميه، عشان لو ما هاجمتش التراجي ده من الاطراف هتتعب جدا في الماتش اللي جاي. فدي برضو من الحاجات المهمه اللي احنا نقدر نركز عليه في الماتش اللي جاي ان شاء الله. طيب برضو عشان الناس تبقى عقلياتها معانا، واحنا كمان نبقى بنتكلم بشكل يعني في خبره وفي نوع من المهنيه كبيره يا كابتن ماهر. النهارده عشان تغير باك رايت وتصمم على باك رايت بيلعب بس اقل، انا معاك مفيش مشكله. يعني في واحد يبقى عنده قناعات باسامه وسيد، الاثنين بيلعبوا في بوزيشن واحد، الاثنين اصلهم بوزيشن واحد، مفيش مشكله. في مدرب مقتنع جدا بسيد وفي مدرب مقتنع باسامه، بس الاثنين نفس البوزيشن، مفيش مشكله خالص. هرجع ليه بقول كده؟ لان انا عندي مقاومات المركز او صفات المركز او الاساس بتاع المركز. لكن لو اجيب واحد ملوش علاقه خالص بالمركز ده واصمم لاعبه في مركز تاني وهو ملوش علاقه بالمركز ده اساسا، يعني واخلي الواحد من الاثنين دول بره الصوره خالص، اعتقد ان ده مش صح. يعني النهارده ناصر ماهر انت بعده خالص، وعندك احمد حمدي انت بعده برده خالص، وليد سليمان بيأدي المركز ده 10 10 ورقم واحد حتى في وجود ناصر ماهر وحتى في وجود احمد حمدي، وبيعيش احلى ايامه الكرويه، فهو رقم واحد في الحته دي في الوقت الحالي في التصنيف في الترتيب في كل حاجه. شوف اوكي رقم اثنين بقى، لا لازم بقى يبقى عندي رقم اثنين بالظبط، لازم انا رقم اثنين. ما ينفعش اجيب واحد مثلا يعني ميدو جابر يلعبها، احمد الشيخ يلعبها، صلاح محسن، لا ده مش صح. يعني انا اشوف ان ده مش مظبوط، وجهه نظري الشخصيه ان ده مش مظبوط. ممكن اغير طريقه اللعب خالص، ما عنديش مشكله خالص، انا ما عنديش الراجل ده، لكن ما ينفعش ان انا اجيب واحد ما بيلعبش الحته دي وما عندوش مقومات الحته دي وافضل العبه في الحته دي. كلامك يا استاذ مظبوط. لو هنرجع كده للتاريخ ورا شويه كده لحد السنه اللي فاتت، عبد الله السعيد، عبد الله هو يمكن اللي كان بيعمل لنا كل الشغل اللي مبني عليه هجمات النادي الاهلي. بعد رحيل عبد الله كان ممكن اجاييه على فترات يقدر يلعب فيها، وليد سليمان بيلعبها، واخد بالك، وليد سليمان بيلعبها بعد الاصابه بدل وليد سليمان. لا معلش وليد سليمان بيعملها فعاليه كمان كويسه، يعني وليد حتى بيسجل اهداف في المركزيه بيعمل، وعنده سرعه، خلي بالك وليد سليمان عنده سرعه كمان، وباين في اداء وليد. يعني انت وليد لما تحطه على الطرف تفاجئ ان وليد بيجي في المكان ده وبعدين بيروح الناحيه الثانيه، يعني وليد لا مركزيه في التحركات بتاعته. لكن لما بدا بقى يركز في المكان ده ظهر وليد الفتره اللي فاتت اللي معظم الشغل اللي كان بيتبني عليه بالنسبه لوليد سليمان. عايز اقول لك النهارده كابتن سيد ان الراجل حسن العبدوني ده مدرب بالوصل ادانا درس، مباراه حقيقيه، تجربه حقيقيه دفاعيا وهجوميا قبل تجربه الترجي، نفس الطريقه اللي هيلعب بيها الترجي لعب بيها النهارده الوصل، بس الوضع هيبقى اختلف، نفس الزون مختلفه شويه. معلش يعني انا بس الترجي أشرس. لا انا هاجي لك على المحتويات لسه، لكن انا بكلمك على الشكل الاول. الشكل انا هسيبك يا رب، ما تخافش انت حبيبي، بس انا اقول لك بس الترجي هيعمل ايه. الترجي ثق تماما، الترجي اسلوب لعبه قدام النادي الاهلي في مصر لا مش هيتغير حتى اخر العمر. هو هيلعب خطوط قريبه جدا من بعض كده، الراجل ده ما كانش عنده خطوط قريبه ولا حاجه، هو بيرجع كله ازاي؟ انا اقول لك بس قريبه، الراجل بيرجع كله عاوزينه في نص ملعبه. لكن الترجي هو ده بدا النهارده كده، هتلاقي واحده قريبه جدا، مفيش مساحات النهارده، عندك مساحات عاليه. لا 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 بدا كده. لو نلاحظ في الشوط الاولاني واحنا بنتفرج ان الوصل كان قريب وخطوطه الثلاثه في نص ملعبه، درجة ان الاستحواذ كان اكتر من النادي الاهلي. نتيجه ايه؟ تقارب الخطوط الثلاثه. نتيجه ايه؟ طريقه الزون اللي لعب بيها بنسبه 70% الدفاع، ولاحظنا كابتن ابراهيم 45 دقيقة. فدي تجربة، نفس التجربة اللي هيلعب بيها الترجي النهارده، بيأكد لنا
نمره 2 احترامه للنادي الاهلي من بدايه المباراه. طيب هو اللي واخد الفعاليه. الاختلاف في الود ما يخافش، الاختلاف في الود يعني لا اصل فيها لا فيها فيها مضمون، فيها مضمون كتير النهارده بالنسبه للوصل. على المستوى الهجومي اتفق معاك، على المستوى لا على المستوى الهجومي اتفق معاك، على المستوى الدفاعي لا. المستوى الهجومي النهارده زاد عن 30% اقرب من 30% افراده اقرب من بعض من الوصل، درجه ان هو وصل لمرمى النادي الاهلي النهارده في الشوط الاولاني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمس مرات. فطبعا واضح ان 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 الجانب الهجومي عنده زاد عن 30% لانه عنده العناصر اللي ساعدته على كده، الثلاثه البرازيل والدمانين بتنقله، ودول موجودين عند الترجي واخد بالك يا كابتن ابراهيم لنفس الفعاليه لا واحسن معلش معلش بس يمكن دول البرازيليين اكثر تحرقا واكثر عدم مركزيه في اماكنهم عن بتوع الترجي. الترجي هيجي الثلاثه والدمانين كل واحد بيلعب في الجاب بتاعه واخد بالك يا كابتن ابراهيم، لكن دول عندهم الكره الحديثه المتطوره اللي شفناها في الشوط الثاني في مفاق الصيف، اللا مركزيه، التحرك اللي بدون كوره، مجاميع الباك رايت مع 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 الجناح الرايت، الباك ليفت مع الجناح، نص الملعب اللي بيتحرك كتير. فالنهارده الراجل ده ادانا يعني بروفا يعني بروفا ادانا بروفا قبل مباراه الترجي قريبه جدا جدا من الشكل والطريقه. من الناحيه الدفاعيه عمل زون اللي هيعمل بيه الترجي نص ملعبه هيرجع عشان يعمل لنا زون ويقفل مفاتيح على مفاتيح لعب النادي الاهلي ويحاول النادي الاهلي ما يخترقوش. احنا قعدنا فتره مش عارفين نخترق دفاع الوصل لدرجه ان احنا عندنا هجمتين بس يمكن في الدقيقه 33 اللي كانت مؤثره على المرمى، وفي الدقيقه 45 في نهايه الشوط الاولاني اللي كانت مؤثره على المرمى بالنسبه لنادي الوصل. يعني النادي الاهلي ما قدرش يوصل اكتر من هجمتين منظمتين في خلال 45 دقيقة، عكس الوصل وصل بخمس فرص، الفرصة الأولانية في الدقيقة 10، الفرصة الثانية في الدقيقة 14، الفرصة الثالثة في الدقيقة 19، الفرصة الرابعة كانت في الدقيقة 35، وبعدين الفرصة الأخيرة كانت في آخر الشوط الأولاني. الكور الثابتة المؤثرة اللي الترجي هيلجأ ليها في التلت الهجومي اللي عند النادي الأهلي، الكورة الثابتة اللي خارج ال 18 المباشر النهارده البرازيليين عملوها، يمكن الشناوي قدر ان ينقذ واحده منهم بشكل جيد. الفولات الجانبيه اللي بتاثر على النادي الاهلي وعامله مشاكل في دفاع النادي الاهلي. كورنر قدروا يجيبوا منه هدف النهارده، عدم الرقابه وعدم المان وعدم التغطيه، اخطاء من ضمن الاخطاء اللي بقع فيها دفاع النادي الاهلي قدر الوصل يوصل بيها بهدف بشكل كبير. الاوت حتى كابتن ابراهيم يعني فوجئنا النهارده الاوت اتعمل بشكل تكتيكي والراجل راح شتف الجول، يعني حتى كمان اوت شفنا فيه انه ممكن يعتمد في حاجات ثابته، يعني في حاجات ثابته متمرنين عليها متمركزين عليها بشكل جيد وكانت مؤثره بنسبه كبيره جدا. يعني قدر انه يجيب هدفين من خلال الكوره الثابته، فدي نسبه كبيره جدا اكتر من 30% في الشق الهجومي. ودي الحاجات دي يعني هتشوفها عندنا، يعني عندك لقطات الوصل وهو خارج والاهلي وهو خارج. يعني كمل يا كابتن ماهر. فانا عايز اقول لك ان النهارده التجربه للوصل تفوقنا وتفيدنا كجهاز فني واحنا كمحللين من خلال ادارتنا لهذه المباراه، ان النهارده مدرب الوصل احترم النادي الاهلي بشكل جيد، لعيبه الوصل احترمت النادي الاهلي بشكل جيد، عشان كده لعبت بالشكل المناسب، طريقه اللعب المناسبه اللي يقدر هو كمان يمنع مشاكل كثيره جدا تقع عليه من مهاجمين النادي الاهلي محتاجين مساحه يا كابتن ابراهيم، محتاجين فرص، محتاجين مكان يقدروا يتحركوا منه. هو قفل بشكل جيد على مفاتيح اللعب النهارده، ما حسيناش، يمكن قعدنا الشوط الاول بندور على مروان محسن، فين مروان محسن؟ مفيش. قعدنا ندور على صلاح محسن، فين صلاح محسن؟ قعدنا ندور على ميدو جابر، فين ميدو جابر؟ قعدنا ندور على محمد شريف، ما شفناش محمد شريف. محمد شريف ظهرت له فرصه اللي بالدماغ اللي عملها احمد فتحي في الشوط الاول. يعني الدقيقه 33 بس الشوط الاولاني، الشوط الثاني دي هدف، الدقيقه 45 دقيقه واخد بالك يا كابتن، مش هي دي فعاليات النادي الاهلي. النادي الاهلي بخطوطه المرعبه اذا كانت الخط الامامي او خط وسط الملعب او اطراف الملعب ما نقدرش نوصل بهجمتين. حتى احنا قعدنا نتكلم نقول هل معقول النادي الاهلي في الشوط الاولاني يقدر يطلع من غير ما يعمل لنا خمس ست عرضيات من ناحيه اليمين، خمس ست عرضيات من ناحيه الشمال، تصويبه على المرمى، اختراق من العمق، دبل باص، كلها دي مفاتيح لعب كابتن محتاجينها جدا 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 الفتره اللي جايه. يعني هو ممكن افسر يا كابتن سيد يعني الاداء اللي احنا شفناه النهارده من صراحه للاسف يعني اداء سيء، هي حته اللي ما بين صلاح محسن ومروان محسن
ان واحد يكون موجود يربط الخطوط. ثاني حاجه التحضير للمباراه، تحضير المباراه ده مهم جدا، انك تحضر لعيبه ذهنيا لبطوله برضو. لكن يعني شكل كارتيرون كل تفكيره برضو مع مباراه الترجي طبعا. يعني انت في حاجات اضطراريه يا اسامه، انت النهارده يعني انت النهارده معلش انا اسف انا هقطعك في دي، بس برضو لو انت مدرب او انا مدرب في نفس الوقفه بتاعت كارتيرون على الخط او في الاوضه او في التدريبات او في اي حاجه، ما اقدرش يبقى عندي اتصور او اتخيل ان انا العب مباراه النهائيه من غير وليد ازارو ولا من غير وليد سليمان. النهارده حتى شوف الرشم بتاعه من 3 4 5 6 ايام مع محمد الشناوي خارج وهو بيكلم الدكتور. طبعا خبر مهم جدا، وبرده تاكيدا اللي قلناه من خلال مراسلنا كريم احمد، يعني قال لي على طول دلوقتي ان هو الشناوي فعلا كدمه بس، وان الجهاز الطبي بقياده دكتور خالد محمود قال ان هو تعامل مع الموقف فور نزوله على طول، انه عارف ان هو كدمه بس فضل ان هو يطلعها على طول وبيجهزوا المباراه النهائيه، مفيش مشكله ان شاء الله. وده مهم حتى فضل. انا بقول لك كارتيرون هو هتلاقيه واقف على الخط برضو، يعني خايف ان حد من العناصر الاساسيه او من اللعيبه المهمه اللي متعيده في افريقيا سواء ايمن اشرف، قدر الله ايمن اشرف لو حصل له حاجه النهارده يبقى في مأزق. طب سليف كولوبالي لو حصل له حاجه، فهو النهارده عايز يعني تركيزه كله ان اللعيبه كلها تخرج سليمه، فتحي سليف كولوبالي ايمن اشرف عاشور والسوليه، يعني كلها ما دي كلها عناصر اساسيه. حتى تغييرات عمرو السوليه حتى التغييرات النهارده خرج عمرو السوليه، كان بقاله فتره بعيد لعب في مباراه وفاق سطيف وجاي على ملعب ترتان النهارده، اداله جزء بيجهزه برده مباراه الترجي، مش عايز يدخله في عمليه اصابه لا قدر الله ولا حاجه، وبدا يشرك محمد هشام محمد. نفس الكلام النهارده يعني سعد سمير خرجه بره التشكيله، مش موجود معاه النهارده لا قدر الله. سعد سمير ممكن كان يحصل له حاجه، كان بقاله فتره طويله ولعب برده 90 دقيقه هو في مباراه وفاق سطيف. كابتن ابراهيم كابتن سيد، النهارده المباراه دي اهم مباراه الترجي. ازيك؟ تركيزي وادائي وفعاليتي وشغل التكتيكي اذا كان دفاعي او هجومي، المباراه دي بالنسبه لي ملف اهم من الترجي دلوقتي، عشان بلعب حاليا في المسابقه دي، في المباراه دي لازم اظهر. ايوه ماشي، ما انت بتظهر ركز في اللي هو ياكد لي فعاليتي مع الترجي. النهارده كابتن سيد كل مباراه انت بتحترمها تاكد هتاثر على المباراه اللي بعديها، كل مباراه بتاخدها بجديه. النهارده انا وحبد الله حاسب وداري عندنا لقاء هناك مباشر، هتبقى صعبه. نروح لكريم احمد معاه كابتن محمد يوسف ونرجع لكم من جديد. كل التحيه ليك من جديد كابتن سيد عبد الحفيظ نجوم الاستوديو للتحليل. سريعا ينضم لي الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. كابتن يوسف، النهارده اخد تقييم بشكل عام للمباراه، على ما اعتقد تركيزنا في مباراه الترجي بشكل كبير جدا، اللعيبه يمكن حاطه تركيز كبير في شكل الترجي، لكن قول لي بشكل عام النهارده بشوف المباراه ازاي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بمسي على كباتننا الكبار في الاستوديو، كابتن سيد كابتن ابراهيم والكابتن ماهر والكابتن اسامه حسني. يعني زي ما انت بتقول، مش عايز اقول ان مباراه الترجي فرضت تفكير كبير علينا، لكن احنا اتكلمنا قبل المباراه مع اللعيبه وحاولنا نفصل ما بين المباراه دي ومباراه يوم الجمعه. مستر كارتيرون ابقى على ناس في على البنش على اساس ان يدي فرص لناس تانية ويحاول ان هو يضخ دم جديد جوه الفرقه. انا شايف من وجهه نظري ان احنا يعني كنا ممكن نقدم مباراه احسن من كده، لكن خلاص يعني المباراه انتهت. اداء فرصتنا لسه موجوده من ناحيه النتيجه، لان يوم ال 22/11 عندنا مباراه عوده في الامارات، ان شاء الله هنقدر ان احنا نتعامل مع هذه المباراه، لكن دلوقتي خلاص حطينا ورا ظهرنا، بنركز مهم جدا في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، مباراه الذهاب عندنا في ملعبنا. لابد ان احنا نعالج الاخطاء، نشتغل عليها بشكل مركز قوي، الفتره الزمنيه قليله فلازم نشتغل على الاخطاء دي ونبقى مركزين. المباراه قويه مع فريق نهائي بطوله افريقيا، فريق الترجي احنا بنحترمه، وانا عايز انتهز الفرصه وانا معاكم ان انا لابد ان انا اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان اي كلام بيتردد ان النادي الاهلي كعبه عالي على الترجي او النادي الاهلي هيكسب البطوله بالسوق، الكلام ده كله كلام عكسي وكلام مش في مصلحه فرقتنا ومش في مصلحه النادي وكلام ضرره كبير جدا. احنا لابد ان نحترم فريق الترجي، لابد ان احنا نجهز كويس، نراجع نفسنا في حته بطولة. انت عندك بطولة في خلال اسبوع، اذا كان يوم 2 او يوم 9، وباكد تاني المباراة 180 دقيقة مش 90 دقيقة فقط لا غير. قبل كده
التجارب قالت لنا ان احنا النهائي بيحسم من مباراة العودة مش مباراة الذهاب ابدا ابدا يعني، ولكن احنا بنلعب على ملعبنا ان شاء الله في وسط جمهورنا، مش عايزين حد يقلق، انا بطمن الجمهور ان شاء الله لاعبتنا هتبقى ان شاء الله يوم الجمعة مستعدين وهيبقوا في احسن حالة ليهم وفي اعلى تركيز ليهم، وده قدر النادي الاهلي. لابد ان احنا نتكلم، النادي الاهلي بيلعب بطولات كتيرة، يمكن دوري عرب او ابطال عرب ودوري عام وبطولة افريقيا وكاس مصر، ماتشات متتالية عليه في مختلف البطولات، ده قدره، قدره ان هو يفصل على طول بسرعة من المباراة الاخرى ومن بطولة الاخرى. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يوم الجمعة لعبتنا تبقى جاهزة، واحنا هنبدأ على طول، بدأنا بالفعل استشفى معاهم على طول دلوقتي بعد المباراة، وان شاء الله يوم الجمعة نبقى في احسن حالة لينا ان شاء الله. حارب والشناوي، اسلام محارب، عايزين نطمن عليه، والشناوي النهارده كابتن يوسف مهم قوي نطمن عليه ان شاء الله. الشناوي اصابته خفيفة ان شاء الله، ان شاء الله خفيفة، والدكتور طمنا، كدمة في المفصل الفخذ، واسلام محارب برضه ان شاء الله بشكل كبير يبقى موجود معانا. الدكتور طبعا هيبقى ليه الفترة اليومين ثلاثة الجايين دول شغل معاه، نتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا موجودين بالاضافة لزمايلهم اللي لعبوا النهارده. وفي النهاية أنا بتعامل مع فريق، يعني طبعا مع احترام الأشخاص، كل الأشخاص مهمين وكل حاجة، ويهمنا أن احنا نخش النهائي بكل قوتنا، لكن في النهاية النادي خاطر المسؤولية، ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه. ايه اللي ممكن يقوله كابتن محمد يوسف لكل جمهور النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ طبعا يعني اتمنى ان الجمهور يبقى مالي الاستاد، احنا لسه راجعين من وفاق صيف، مباراه مع الجزائر وانت كنت موجود، شفت ازاي الاستاد ما فيهوش مكان، الجمهور بيفرق مع الفرقه وبيفرق مع اللعيبه وبيفرق وبيدي ثقه، وانا قلت قبل كده وبقول ان جمهور النادي الاهلي هو العامل الاساسي في البطولات اللي بيفوز بيها النادي الاهلي، فبتمنى ان الجمهور يبقى مالي الاستاد يوم الجمعة إن شاء الله، وإن شاء الله نرجعه فرحان ونرجعه مبسوط. لكن أنا بأكد تاني من خلال الخبرات بتاعتنا، المباراة 180 دقيقة، لازم نشتغل كويس قوي في 90 دقيقة الأولانية، ولازم نشتغل كويس قوي في 90 دقيقة اللي في تونس، ما نركنش أبدا ولا نطمن ولا نسمع لأي كلام بيتقال إن الأهلي حظه عالي في رادس، الكلام ده مش في الكورة خالص خالص، وانا رافض تماما النغمه دي. احنا المفروض ان احنا نستعد بشكل قوي جدا، نحترم فريق الترجي احترام كبير جدا، وهو ده سر الاهلي. الاهلي لما بيفوز ببطوله والفريق لما بيفوز ببطوله بيبقى يعني احترامه للخصم او للمنافس بيبقى احترام كبير جدا، وثقه في النفس كمان، الاحترام اللي هو بتديه للمنافس ده بيديك ثقه في نفسك، ثقه لنفسك. فان شاء الله نتمنى ان نكون موفقين. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره على هذه التصريحات، كل التوفيق كمان للنادي الاهلي في مباراه الترجي المباراه القادمه. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد، وفي خلال لحظات هيكون معانا الكابتن حسن العبدولي مدرب فريق نادي الوصل الاماراتي. عوده لك كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا شكرا كريم احمد مراسلنا، قايم بدور رهيب جدا. اعتقد ان كابتن محمد يوسف لخص كل حاجه. كابتن ابراهيم لو عندك تعقيب على طبعا هو كل بطوله مهمه طبعا، انما لما نيجي نبص للبطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه دي هتوصلنا لبطوله العالم للانديه، يبقى لازم تعمل حسابها والعناصر الاساسيه اللي عندك اللي انت المؤثره زي وليد اصابه، زي وليد سليمان، زي سليف كلوبيلي، زي السوليه، لازم احمد فتحي، لازم لو بنكمل الحوار، بس مش عايز اقطعك، لو دي المباراه النهائيه في البطوله العربيه تفكيرك فيها برضو كان يبقى مختلف. طبعا ده 100% طبعا، لكن ده دور لو مباراه واحده كمان، لو مباراه واحده برضه هيبقى تفكير مختلف. انما انت حسابات يعني حط نفسك في موقف المدير الفني، عنده بطوله افريقيه هتوصله لبطوله عالم وهتلعب مع بطوله العالم للانديه، يبقى لازم تحتفظ بعناصرك الاساسيه 100%. وبعدين ماتش الوصل في عوده، وبعدين اللعيبه دي ما هي لعيبه كويسه، اللعيبه اللي لعبت النهارده يعني ما كانش ليهم حظ الاشتراك في الماتشات، عشان كده برضو بعضهم ظهر بمستوى قليل لانهم ما احتكوش لفترات كافيه، لازم يديهم حقهم ولازم نحكم على مستواهم عشان نعرف احقيتهم بالاستمرار في النادي الاهلي او ما يستمروش في النادي الاهلي، لازم نحطهم تحت اختبار حقيقي، لان هو ده كابتن اختبار حقيقي، ما هو لازم تحطهم تحت اختبار حقيقي، اختبار حقيقي في ماتش مهم، في ماتش مهم، فلازم يبقى نحكم عليهم. فانا مع الكابتن الحقيقه في اللي بيقولوا، لا الماتش النهائي اللي جاي
اهم من الماتش ده في المرحله دي بالتاكيد. المرحله دي اه طبعا زي ما بيقول اسامه لو ده ماتش واحد كان التفكير اختلف. او المباراه النهائيه اعداد المباراه كابتن من ناحيه التشكيل في اعداد مش مظبوط. اعداد المباراه من ناحيه الخطه واضح انه مش مظبوط. لا هو واضح ان في اعداد مباراه من ناحيه النتيجه والمكسب والدوافع مش مظبوط. لو في عدم تفاهم بين سليف كلوبالي واحمد علاء ادينا واحد، وفي التمركز بالنسبه لمروان محسن وبالنسبه لصلاح محسن. يعني عندنا مشكلتين، مشكله في الهجوم ومشكله في التوظيف. وميدو جابر التوظيف اول ما بدا كلامه كابتن محمد يوسف اول ما بدا كلامه اتكلم قال لك احنا يعني في تركيز على مباراه الترجي، فهو ده دليل باين بيأكد كلامنا يعني. كارتيرون ان هو عينيه وتركيزه وانشغاله كله ان انا حقفل الملف ده كابتن ابراهيم. انا كنت اتمنى وهخش على الملف الترجي الافريقي. انا موافق معاك بس التجربه دي كانت هتفيدني ولا مش هتفيدني في الملف الافريقي؟ انا كنت اتمنى ان النصر ما يبقى موجود، ان كلنا يبقى موجود. واخد بالك كابتن؟ يعني هل التجربه دي التجربه اللي اتكلم عليها اسامه كابتن ابراهيم، هل التجربه دي مش هتفيدني في الملف الافريقي مع الترجي؟ ده اكيد ده 100% من النواحي الدفاعيه ومن ناحيه طبعا 100% طبعا استفدت منها حاجات استفدت منها. يبقى اكيد كانت محتاجه ان احنا انت عارف الاستفاده النهارده يا كابتن ماهر ان احنا الاهلي ما خرجش النهارده خسران الحمد لله طبعا. معنويا حتى طبعا. وانت داخل قبل مباراه الترجي متاثر نفسيا النهارده برضو الهدف اللي في الدقيقه 95 النهارده مروان برضو مع نفسيا ومعنويا ده يعني ده حاجات معنويه، لكن انت تركيزك وتجهيزك لمباراه الترجي هيبقى مختلف تماما عن مباراه الوصف. ودي سمه النادي الاهلي سمه النادي الاهلي بيلعب لغايه لحد اخر ثانيه وهو كل بتاع مروان يا كابتن. وانا موافق مع اكبر دليل لا الدوافع كمان يا كابتن سيد لعيب الكره لما بيدخل اي مباراه لازم يخلق لنفسه دوافع. الدوافع في مباراه الترجي هل هتبقى زي الدوافع في مباراه الوصل؟ لا طبعا. طبعا النادي الاهلي بيلعب دايما للمكسب، لكن الدوافع في مباراه الترجي ده انت بتتكلم نهائي افريقيا بتتكلم في ارقام. هي مباراه بس كانت همها في قبل بدايتها، لكن بعد ما خلصت خلاص الحمد لله 2-2 ايا كان الوضع الحمد لله. يعني مفيش حد النهارده خرج مصاب لنا تحفظات. احنا برضه يعني لازم نشيد بفريق الوصل بالاداء طبعا. حسن العبدولي حسن العبدولي طب تروح تسمعه لسه هو اللي هيتكلم دلوقتي لا نسيبه يتكلم. حسن العبدولي مع كريم احمد اتفضل كريم. بجد التحيه ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن حسن العبدولي المدير الفني لفريق نادي الوصل الاماراتي، مباراه جيده النهارده يمكن كانت مباراه تسودها الروح الرياضيه كالعاده بين الشعب الاماراتي والشعب المصري وداخل الملعب كمان بين النادي الاهلي والوصل الاماراتي. تقييمك بشكل عام للمباراه سواء اداء النادي الاهلي او اداء النادي الوصل الاماراتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أقدم شكري واعتزازي للشعب المصري الحبيب على حفاوة الاستقبال. يمكن حصلنا الاستقبال حسينا بالحفاوة من المطار إلى الملعب وإن شاء الله وإحنا سارين المطار. ثانيا كابتن سيد كل عام وانت بخير. طبعا البارحة كنت أتابع البرنامج وإن شاء الله عقبال مليون سنة. شيء ثالث المباراة هذه مثل أي مباراة، احنا دخلنا بطموح ومعطيات، فريق الاهلي دخل ايضا بطموح ومعطيات. احنا خذينا الانباه من المباراه واكيد فريق الاهلي استفاد من المباراه. فريق الاهلي فريق عزيز على قلوبنا، ان شاء الله الله يوفقه في المباراه القادمه ونشوفه ان شاء الله بالامارات كاس العالم للانديه. ان شاء الله يكون تركيزهم على المباراه القادمه، هاي المباراه من الماضي نركز على المباراه القادمه ان شاء الله. الله يوفقكم فالكم ان شاء الله الكاس ومرحبا بكم في الامارات ان شاء الله. شوف فرص للنادي الاهلي في الحصول على البطوله التاسعه ووصوله للمباراه النهائيه، ويمكن المباراه تكون قويه جدا بين النادي الاهلي والترجي التونسي اتكررت اكثر من مره لكن ليها ظروف مختلفه على ما اعتقد المره دي يا كابتن حسن. فريق الاهلي فريق كبير ويحمل قاعده جماهيريه كبيره وما شاء الله محللين متابعين كثار له، متعود على الضغوطات متعود على المباريات هذه. ان شاء الله الله يوفقه ويفالهم البطوله ان شاء الله. الامارات ومصر شعب واحد قلب واحد، احنا معاكم قلبا وقالبا ان شاء الله. بس لما بتدخلون الملعب كخصوم خصوم 90 دقيقه احنا نكون خصوم، بعد المباراه احنا حبايب واخوان ان شاء الله. كابتن سيد كل عام وانت بخير. الله يجزيك خير. شكرا.
بنشكر اكيد كابتن حسن العبدولي المدرب او المدير الفني طبعا المؤقت لفريق نادي الوصل الاماراتي. زي ما سمعت طبعا يا كابتن سيد تصريحات الكابتن محمد يوسف وتاكيدا لكلامك كمان يا كابتن سيد على ان نغمه رادس وملعب رادس والامور دي يمكن بعيده شويه خالص عن فريق النادي الاهلي. الظروف مختلفه والمباراه مختلفه ودور الجمهور هيكون مختلف بشكل كبير جدا في مباراه رادس. بنتمنى ان شاء الله جمهورنا جمهور النادي الاهلي يملا المدرجات كعاده جمهور النادي الاهلي. السند الحقيقي والدعم الحقيقي للنادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. عايز اكد معاك كمان سريعا يا كابتن سيد تصريحات سريعه المستر باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي. قال شن يتحمل ولم يتحمل الاهداف، الاهداف تحمل الفريق بالكامل. قال كمان يمكن الناس سالته قالت له انت شاركت عدد كبير من اللاعبين الاساسيين في هذه المباراه. قال لابد يكون في لعيبه متواجده، انا خدت بطوله قبل كده بطوله افريقيا وشاركت في كاس العالم للانديه وعارف يعني ايه اللعيب يكون مركز. لكن اللي انا قلته قبل كده مع الكابتن محمد يوسف ان اللعيبه يمكن دماغها راحت شويه لمباراه الترجي التونسي النهارده، مشتتين شويه لعيبه النادي الاهلي. لكن نقدر نقول التعادل نتيجه طيبه حتى هذه اللحظه. ان شاء الله مباراة العودة في الوصل بإذن الله النادي الأهلي كالعادة زي مباراة النجم يقدر أن هو يحقق نتيجة كبيرة جدا إن شاء الله يستمر فيها في البطولة العربية. لكن يا كابتن سيد هدفنا الأهم والأقوى إن شاء الله هي البطولة الأفريقية، حلم كبير لكل جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله البطولة التاسعة تكون من نصيب النادي الأهلي. بكده يكون آخر لقاء لينا هنا من استاد برج العرب إن شاء الله بإذن الله، على أمل بإذن الله في لقاء في المباراة القادمة مباراة 2 نوفمبر الأهلي والترجي التونسي. عودة ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا كريم احمد. كابتن حسن العبدولي علي النعمه، انت احسن مدرب في الامارات طالما انت بتتابع البرنامج وبتتكلم كده على البرنامج، انت احسن مدرب في الامارات وعملت مباراه رائعه جدا 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 جدا. وهنقول لك بالتوفيق بس بعد ماتشنا، يعني بعد ماتشنا نخلص ماتشنا ونقول لك بالتوفيق في كل حياتك. يعني مدرب محترم، كلامه محترم، عنده مسؤوليه، عنده رؤيه فنيه، كمان عنده ثبات حتى على الخط يا كباتن. عنده وانا بحترم الشخصيه ديت، شخصيه المدرب. المدرب مش مساله تشكيله بتتحط وخلاص، المدرب ده حاجات كتير جدا، قدراته وامكانياته وشخصيه وتعامل وذكاء وحكمه. قول زي ما انت عايز يعني تتعامل مع نجوم، وخصوصا لما بتبقى متولي مسؤوليه لنادي كبير جدا جدا. طيب كابتن ابراهيم، اسمع كلامك وتعليقك برضو بعد ما قرا لك كارترون قال ايه. يعني في المؤتمر الصحفي بعد نهايه اللقاء كارترون وصف اللقاء وقال ان احنا ما عملناش مباراه كبيره النهارده قدام الوصل الاماراتي، واتهد بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. وقال كمان ان لاعبي فريقه وضعوا تركيزهم كله بشكل كبير في مباراه الترجي، مش على المباراه اللي احنا فيها اللي احنا بنتكلم ده، وده انا شايف انه طبيعي جدا. لم نقدم مباراه كبيره وسجلنا الهدف الاول، ولكننا هدرنا فرص كتيره كانت ممكن تدينا افضليه، وبعد كده يعني جان فينا هدفين، لكن ادرجنا التعادل ده كويس. نتيجه غير مرضيه بشكل كبير، لكن في النهايه في مباراه في الامارات هنحقق فيها الفوز علشان نكمل في المشوار. قالوا الاهلي لاعبي الاهلي او لاعبو الاهلي تركيزهم على المباراه النهائيه كان منصب بشكل اكتر من المباراه ديت. قال ان انا اراحت الاساسيين ليست الحل الامثل للاستعداد لها. قال فكره اراحه الاساسيين ليست الحل الامثل للاستعداد لمباراه الترجي، دي محتاجه شرح، محتاجه افهمها. دفعت بالشناوي في المباراه اللي ظل احساسه بالملعب موجود قبل مواجهه الترجي. قال ان انا كسبت دوري ابطال افريقيا قبل كده مع مازيمبي، واتمنى ان انا اكسبه تاني واعرف الكثير عن المواجهات النهائيه. يعني ده كان كلام كارترون. لو عايز تعقب على كابتن حسن العبدولي او كابتن او مستر كارترون كابتن. لا احنا بنشيد بالكابتن حسن العبدولي الحقيقه، اللي اتعامل مع المباراه بطريقه جيده جدا، احترم المنافس النادي الاهلي، لعب زون ديفنس وقفل كل الخطوط بتاعه النادي الاهلي، كل الانفراجات بتاعه النادي الاهلي، كل المفاتيح بتاعه النادي الاهلي قفلها بشكل جيد، وبالتالي ما كانش لينا اي فرص محققه في الشوط الاول. يعني خلال المباراه ما كانش فيه الا فرصتين لمحمد شريف، اللي هي واحده بالهيد وواحده ما اتعاملش معاها بطريقه جيده وخط داخل ال 18. اتعامل مدرب محترم جدا جدا جدا، واتمنى له التوفيق، واتمنى لاداره النادي الوصل والنادي الوصل طبعا ده عنوان للاحترام والتقدير. حاجه محترمه، هم بص يعني. كل الامارات ناس محترمين قوي. انا تعاملت معاهم مده 7 سنين، لعبت معاهم في نادي الوصل، وتعاملت معاهم وتعاملت مع كل الاجهزه اللي هناك، ومرنت هناك في النادي الاهلي ونادي الشرق ونادي الوصل. حقيقه ناس محترمه في كل المجالات، بتقابل ناس محترمه، هم جادرين بالاحترام، وان شاء الله باذن الله ان يعني المقابله بتاعه النادي الاهلي هو بيشيد بيها، هم يستحق احسن من كده بكتير قوي كمان. يعني طبعا اخوات وحبايب دايما، يعني احنا وكل الشعوب العربيه، وزي ما قلت تحديدا السعوديه والامارات.
كابتن ماهر هتكلم على التغييرات النهارده بتاعت كارتيرون. عندك محمد الشناوي تغيير اضطراري، ميدو جابر كان تغيير فني، عمرو السوليه كان تغيير فني، يعني ممكن يكون بيريحه او خايف عليه من اخر 17 18 دقيقه، لكن اسمع وجهه نظر حضرتك. التقليديه يعني اصابه الشناوي البديل شريف اكرامي في الدقيقه 41 كانت يعني اضطراريه غصب عن الجهاز الفني. ميدو جابر نزل احمد الشيخ في الدقيقه 62 برضه كان شايف ان التغييره ديت كنا محتاجين احمد الشيخ بقالنا فتره كابتن سيد بصراحه يعني. يعني احمد الشيخ محتاج وقت اكتر من كده. صحيح. يعني انا شايف بدايته من المباراه كانت افضل كتير جدا من ان انا اضيفه اضافه في الدقيقه 62 حتى كمان يعني وقت وقت بصراحه مش كافي يعني. موافق معاك. انا شايف ان برضك يمكن احمد الشيخ محتاجينه الفتره اللي فاتت انه ياخد فرصه بشكل جيد. عمرو السوليه طبعا واضح ان مستر كنترون بيفضل في راحته لمباراه الترجي اللي جايه بنزول هشام محمد في الدقيقه 71 وهشام يعني الفتره اللي فاتت رجليه في الملعب يعني ما تفرقش مع هشام ياخد ربع ساعه ياخد تلت ساعه لكن هشام وجوده في الملعب خلال الفتره لكن التغييرات يا كابتن سيد ما كانتش ايجابيه او ما اثمرتش بشيء من خلال الشغل يا كابتن ابراهيم الخططي او 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 الفني اللي من خلال الشوط الثاني بالذات لكن عايز اقول لك ان مش كل التغييرات يا كابتن سيد بتبقى بالايجابي، في بعض التغييرات بتبقى غير موفقه، وبعض التغييرات بتبقى رؤيه المدير الفني هو احساسه ان هو ممكن يضيف يا كابتن ورقه، الورقه دي بتعمل فعاليه وبتقدر تعمل شغل ايجابي وبتاثر على نتيجه المباراه ونتيجه الشكل والاداء في اذا كان الجانب الهجومي او في الجانب الدفاعي. طيب كابتن اسامه عايز تتكلم على التغييرات ولا عندك نقطه اخيره؟ التغييرات طبعا اضطراريه زي ما كابتن ماهر قال دخول شريف مكان الشناوي ميدو جابر طبعا لسه كان راجع من اصابه وخد له 30 دقيقه في مباراه وفاق الصيف النهارده ممكن... خسران على فكره من اهلي جده دلوقتي في ملعب 8 مايو هناك في الجزائر 1-0 ميدو جابر يعني ما يقدرش يشيل 90 دقيقه بنفس الكفاءه البدنيه فالنهارده هو ادى حوالي 60 دقيقه بعد كده نزل احمد الشيخ يعني انا اتفق مع كابتن ماهر ومعاكم انه محتاج فرصه اكبر عشان نوقف يعني برضو عشان يقدر يكتسب لياقه المباريات عبر السوليه فضل اراحته برضه عشان يحميه برضه من الاصابه كان راجع برضه نفس الكلام من الاصابه لو خد 90 دقيقه ممكن يتعرض للاصابه اي حاجه ففضل هشام محمد لكن عايز ارجع النهارده لحاجه مهمه كابتن سيد لازم ياخد باله منها كارتيرون والجهاز الفني احنا النهارده لعبنا مباراه الاتحاد السكندري تلقينا 4 اهداف لعبنا مباراه الترسانه دخل فينا هدفين وفاق الصيف دخل فينا هدفين النهارده هدفين اللي كان بيميز كارتيرون مع بدايه الموسم واول ما تولى القياده الفنيه للنادي الاهلي قال لك اول حاجه انا بشتغل على النواحي الدفاعيه ان انا امن خطوط الدفاعيه وخطوط تبقى متقاربه وما تلقاش اي هدف هو ده الفريق اللي بيبحث عن بطوله النقطه دي مهمه انه يذكر بيها اللعيبه ويراجع بيها حساباته تاني عشان مباراه الترجي اللي جايه مباراه الترجي زي ما كابتن محمد يوسف بيقول لك عندنا شوطين من 180 دقيقه عشان اكسب مش ما بدورش ان انا اجيب هدف في الاول لا في مصر خاصة انا بدور الاول ازاي احمي مرمايا ما تلقاش اهداف ده اللي هيساعدني وده اللي ساعدنا في مباراة وفاق الصيف الاولانية احنا كسبنا 2-0 وما جاش فينا اهداف قدرنا هناك ربنا يكرمنا ونعدي بنتيجة الماتشين فدي نقطة مهمة لازم اول حاجة في مباراة الترجي التونسي هنا ان انا ما تلقاش اي هدف عشان المهمة ما تصعبش عليا هناك في تونس لازم النهاردة زي ما كان شغال في بداية الموسم الخطوط متقاربة بأمن خطوطي بسليف وبأحمد فتحي حتى بالباكين يعني ما ينفعش أعمل الشق الهجومي على حساب الشق الدفاعي مأمن نفسي كويس خطوط متقاربة حسام عاشور والسولية وكان هشام محمد بأدي حتى كان وليد سليمان لما بيلعب أو ناصر ماهر كان برضو بيبقى ليه دور دفاعي وبيرجع وبأمن نفس الخطوط كنا شفنا في مباريات كتير وليد أزارو كان بيرجع يعمل العامل الدفاعي والوظيفة الدفاعية بتاعته ده المهم في مباراه الترجي ما ادورش الاول ان انا عايز اجيب اهداف وعايز اكسب بكم من اهداف مثلا 2 يعني هنا في مصر 2-0 احسن من 2-1 1-0 احسن ما تبقى 1-1 يعني ان انا ما تلقاش اهداف دي نقطه مهمه جدا لازم كارتيرون يعني بالاحصائيات وبنتائج المباريات اللي فاتت لازم يراجع حساباته في النقطه دي طيب كل واحد له دقيقه يا كابتن ابراهيم خلاص انا بختم حابب تقول ايه في الختام وايه اللي ممكن يعمله الاهلي استعداد لمباراه الترجي والله الاعداد النفسي اهم حاجه في الفتره دي ان احنا نخرج من اللقاء بتاع الوصل ده ان احنا نعد اللعيبه نفسيا للقاء الترجي ونعد اللعيبه اللي راجعين من الاصابات نعدهم اعداد جيد عشان يقدروا يساعدونا كويس قوي ان هو انا بقول انه كويس قوي انه ما لعبش اللعيبه الاساسيه المؤثره
في الماتش الجاي لازم يشد من أزر اللعيبة اللي هو يساعدونا في المباراة اللي جاية بحيث يبقى اللقاء مثمر إن شاء الله. وأنا موافق مع الكابتن أسامة إن ما يجيش فينا أداب، بس برضو احنا لازم نركز ان احنا نجيب اهداف على اساس برضه ان يساعدنا في ماتش العوده ان شاء الله هناك باذن الله يعني. طيب كابتن ماهر، جمهور النادي الاهلي طبعا اللي هو رقم 12 صاحب البطولات مع كل الاجيال السابقه، مهم جدا ان احنا نطلع من دماغه حته ان احنا كعبين عالي على الترجي. كمان الاستوديوهات التحليليه اللي بدات شغال على الـ على الـ على الجزئيه دي يا كابتن سيد، ان النادي الاهلي كعبه على الترجي، مفيش في كوره كده، فانا عايز اقول مفيش في كوره كده. وجمهور النادي الاهلي مهم جدا اللي عنده الوعي والثقافه اللي طول عمره عايش فيها معانا. صحيح. مهم جدا في التدريبات يبقى متواجد وبشكل كثيف جدا. كابتن ابراهيم، كابتن اسامه، كابتن سيد، شجع اللعيبه، يرفع من روحهم المعنويه. اللعيبه محتاجه جمهورها في الفتره دي يا كابتن سيد بشكل كبير جدا. وكابتن يبقى عندنا 60,000 70,000 في المباراه الجايه قدام الترجي، جمهور النادي الاهلي بيفرق معانا، وجوده بيدينا ثقه بشكل كبير جدا. طيب كابتن اسامه، خلاص يعني النهارده الاحد، بنتكلم على الجمعه، بنتكلم في 5 ايام، لازم قبل المباراه الترجي لازم اقفل على الفرقه، لازم يبقى عندي معسكر قبل المباراه بيومين او ثلاثه، خلاص مفيش احاديث صحفيه، مفيش كلام في الصحافه، مفيش كلام في الميديا، اقفل على الفرقه تركيز كويس، ابدا يعني اعمل استشفاء للاعيبه اللي كانت مجهده واللعيبه اللي لعبت المباراه النهارده. جمهور النادي الاهلي يعني احنا مش هنناشد جمهور النادي الاهلي عشان نحضر مباراه الترجي، احنا ان شاء الله التذاكر زي ما سمعت وقريت انها هتبقى موجوده من يوم الاربعاء، يعني ان شاء الله من يوم الاربعاء مش هتلاقي تذكره موجوده في السوق، يعني هتلاقي كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يعني هي في الاستاد وبتأزر الفرقه بشكل قوي. وشفنا تأثير الجماهير في مباراه الحريه الغيني هنا في مصر، يعني النادي الاهلي ادى اداء رائع وكسبنا 4، كان بفضل اول حاجه الجمهور، فان شاء الله يعني نحسم مباراه الترجي من مصر باذن الله. ونتمنى ان التشجيع يبقى مثالي، لان في الاخر اللقاء بين اخوه عرب واللقاءات الرياضيه بتحمي البلاد العربيه من بعضها وبتقرب البلاد العربيه من بعضها. طيب فيها حاجه كابتن ابراهيم ممكن تقولها في الختام؟ خلاص نتمنى نكسب، بس ان شاء الله الرحمن هنكسب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله مكسب باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، انت محضر لنا حاجه يا اسامه يا سمير ولا ايه؟ طب وريها لي كده، وريها لنا ونشوف تعليقات عشان تعرفوا اهميه المرحله اللي احنا فيها، يعني حاجه كده ممكن يبقى دمها خفيف وظريف، كاريكاتير خاص بالاهلي، لوجو الاهلي وبيضحك وطالع السلم لمنصه التتويج في كاس افريقيا. ارجع لي بقى. شكرا يا كابتن ابراهيم. انا متشكر يا كابتن، شكرا يا كابتن سيد، شكرا يا كابتن سيد. طيب مباراه الوصل بحلوها بمرها بنتيجتها 2-2، لا قدر الله كان فيها نتيجه اقل من كده او اكثر من كده، مكسب خساره ايا كان الوضع، بنحترم وبنقدر كل يعني الفرق الاماراتيه وتحديدا الوصل الاماراتي. خش بقى على المعنويات المرتفعه، اشتغل بقى على الدوافع، اشتغل على الحماس، ومش هتلاقي اكتر من كاس افريقيا وكاس العالم للانديه والترجي تحديدا عشان يبقى اكبر دافع بالنسبه لك. انسى مباراه الوسط، مش عايز حد على السوشيال ميديا ولا حد بيتكلم في اي حاجه يتكلم على مباراه الوسط، لكن لانها كانت اوضاع مختلفه وحياه مختلفه وترتيب مختلف وتفكير مختلف، فانسى مباراه الوسط واستعد لمباراه الترجي بمنتهى الايجابيه ومنتهى المعنويات المرتفعه بشكل كبير جدا جدا جدا، ده المهم ودي رساله في منتهى الاهميه. الرسالة الثانية، مبروك لنادي الزمالك النهاردة عشان يبقى الدنيا فيها روح رياضية عالية جدا، الزمالك قدر انه يفوز على الاهلي في كرة اليد 26-24، مبروك. انا عارف ان البرنامج بتاعي بيتعاد مرتين، مرة بعد ساعة من دلوقتي على قناة تانية، وبرة هنا في قناة النادي الاهلي بعد حوالي 4 أو 5 ساعات، فالناس اللي بتعيد البرنامج بتاعي ده او البرنامج بتاعنا بعد ساعه بيقولوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله، خدوا الحته الروح الرياضيه، مش كله سلبي 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 بس، احنا بنبارك لنادي الزمالك روح رياضيه، مبروك لنادي الزمالك والف مبروك كاس افريقيا، لان دي الرياضه بشكل عام مش في كره القدم بس. تصبحوا على خير، لكن يوم الثلاث هنبدا صفحه جديده خالص مرتبطه بكاس افريقيا والترجي التونسي وكل الاشياء المرتبطه فنيا بالترجي التونسي، من التشكيله والتغييرات وعناصر اللعب والمدرب والتغييرات وطرق اللعب وكمان الامكانيات والقدرات الخاصه بفرقه الترجي التونسي.